أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أفادت صحيفة هارتس الإسرائيلية أفادت أن تكثيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحديث عن ضرورة إغلاق الحدود السورية اللبنانية أمام مرور الأسلحة والمسلحين دفع جهات في الجيش للتساؤل، دفعهم عما إذا كان فعلا نتنياهو يبحث عن ذريعة لاستنساخ محور صلاح الدين بين قطاع غزة ومصر على الحدود السورية اللبنانية، أم من أجل إحباط أي تسوية محتملة. يرسم نتنياهو سيناريوهات حرب لبنان على فرض أنه المنتصر الوحيد، يراوغ ويماطل، فلا تهدئة مرتقبة ولا وقف لإطلاق النار في الفترة الراهنة على أقل تقدير، ما أكثره الحديث عن الحاجة لإغلاق الحدود السورية اللبنانية من ضمن شروط تعجيزية تطرحها إسرائيل للتوصل إلى تسوية على الحدود الشمالية. التصعيد في خطاب نتنياهو المتعلق بإغلاق الحدود بين سوريا ولبنان أثار تساؤلات حول إمكانية وجود نية لخلق ذريعة جديدة مشابهة لتمسكه بمحور صلاح الدين بين غزة ومصر واستنساخه بين سوريا ولبنان بدعوى منع وصول سلاح إلى حزب الله في إطار إحباطه أي تسوية محتملة ومواصلة العدوان على لبنان. وعلى الرغم من أن نتنياهو كان جزءا من المفاوضات بشأن مبادرة وقف إطلاق النار في الجبهة الشمالية، إلا أنه على ما يبدو يخشى الخروج من لبنان بحسب صحيفة يدعوت أحرانوت، في وقت يدعي فيه بتحقيق إنجازات كبيرة وأنه يجب التوصل إلى تسوية تسمح بإعادة سكان الشمال مع تمسكه بشروط تتجاوز القرار الأممي رقم 1701. الطرح الإسرائيلي لعرقلة نتنياهو الوصول إلى أي اتفاق على الجبهة اللبنانية مع استمرار ضرب المعابر على طول الحدود السورية ترافق مع الحديث عن إمكانية إنشاء هذا المحور وإمكانية فرضه وإدارته، فالخوف من تكرار ما حدث في 7 أكتوبر أكثر ما يؤرق تل أبيب، فلا تريد أن يتكرر على جبهات ثانية في ظل نقاشات كثيرة في الآونة الأخيرة حول وضع النظام السوري واحتمالية أن تلعب الإخفاقات الإيرانية وفقا لصحيفة هارتس دورا في إعادة تقييم علاقة النظام بحلفائه الإقليميين. وأمام نية نتنياهو في إطالة أمد الصراع يقول بأنه لن يحدد موعدا لنهاية الحرب، وأن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله يجب أن يضمن أمن إسرائيل مع استبعاد مسؤولين إسرائيليين التوصل إلى تسوية قبل موعد الانتخابات الأمريكية التي ستجري الأسبوع المقبل. ولمناقشة تفاصيل كل هذه المستجدات وهذه التصريحات أرحب مجددا هنا بضيف الكريم نوار شعبان الباحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، كما أرحب مباشرة من حيفا محاضر في العلوم السياسية الدكتور سليم بريك، وكذلك مباشرة من بيروت الخبير في الشؤون العسكرية والقانون الدولي العميد أكرم سراوي. البداية معك سيادة العميد. سيادة العميد، إذن كل هذه التفاصيل وهذه التصريحات، تصريحات نتنياهو التي قال فيها في حفل تخرج عسكريين أنه يضع أهدافا واضحة لحربه على حزب الله وفي غزة أيضا، وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم فيما يتعلق بالجبهة الشمالية. يعني يحاول نتنياهو، أولا تحية لك ولضيوفك الكرام ولجميع المشاهدين، يحاول نتنياهو أن يظهر للإسرائيليين بأنه هو الأقوى وبأنه هو الأفضل لقيادة هذه المرحلة، ودائما يتحدث عن تغيير الشرق الأوسط وعن أهداف استراتيجية كبرى ويعني عن إسرائيل الكبرى، كل ذلك من أجل إقناع الإسرائيليين بضرورة بقائه في الحكم. والإسرائيليون تحدثوا مرارا وتكرارا بأن نتنياهو يخوض معركة بقائه في الحكم وليست معركة بقاء إسرائيل. الحقيقة لو كان فعلا يعني يتعلم من التجارب كان عليه أن يدرك أن قبله شارون خاض حربا في لبنان ووصل إلى بيروت، ثم ماذا كانت النتيجة؟ خرج شارون ويعني هذا الاجتياح الإسرائيلي ولد المقاومة في لبنان التي باتت
بهذه القوة، وهذا ما شكلته من خطر يعتقده الإسرائيلي عليه. إذا كان يريد تكرار هذه التجربة الآن، فهذا يعني لن يحقق له الأهداف الذي طرحها. أولا هذا لم يعيد المستوطنين إلى شمال فلسطين المحتلة، لأن المقاومة ستستمر، ولا يستطيع نتنياهو حتى لو اجتاح بيروت لا يستطيع أن يكسر المقاومة. المقاومة على العكس ستكسب شرعية أكثر. يعني إذا كان اليوم في لبنان هناك من يقول أو يطالب بنزع سلاح المقاومة عندما تصبح إسرائيل موجودة على الأراضي اللبنانية، هذا يعني أن لا أحد في لبنان يستطيع أن يقول أو يطالب بنزع سلاح المقاومة. على العكس، الكل سيخرج ويتطوع في المقاومة من أجل تحرير الأرض، وهذه يعني وفقا للقوانين الدولية هذا أمر شرعي وقانوني، وهذا حق لأي شعب. بالتالي هذا من ناحية قانونية ومن ناحية منطقية. أما من ناحية عسكرية فهو ليس بوضع ميداني يستطيع من خلاله أن يفرض شروطه على لبنان كما يحاول أن يوحي. يعني الميدان يثبت عكس ما يقوله نتنياهو. نتنياهو الذي أو إسرائيل التي احتل يعني اجتاحت لبنان عام 1982، بدأ الاجتياح في 6 حزيران، في 9 حزيران كانت الدبابات الإسرائيلية على مشارف بيروت. طيب سيادة العميد، هذا الاجتياح أصبح غير ممكن اليوم. نحن نرى الفشل الإسرائيلي في تحقيق خرق بسيط على الحدود، ونرى كل يوم خسائر كبيرة يتكبدها الجيش الإسرائيلي، ونرى جلد. سيادة العميد، سوف نناقش هذه النقطة واستمرار استهداف نتنياهو إلى النقاط يعني المعابر على الحدود اللبنانية السورية باستفاضة معك. دكتور سليم أرحب بك مجددا. إذا نتنياهو اليوم يحاول قطع الطريق على أي محاولات للتسوية، ويقول بأن يعني الحرب في لبنان أو إيقاف الحرب في لبنان يعني يجب من خلالها الوصول إلى تسوية وتحييد يعني المعابر اللبنانية الواقعة على الحدود اللبنانية السورية. إلى أي حد يمكن أن تستمر الهجمات الإسرائيلية اليوم على النقاط على الحدود اللبنانية السورية؟ مساء الخير لك لجميع الضيوف والمشاهدين. عمليا نحن نتحدث عن مخططين للحكومة الإسرائيلية. المخطط الكبير الذي عمليا يهدف إلى تقزيم إيران وإضعافها في المنطقة، وعمليا للهيمنة الإسرائيلية على المنطقة، طبعا هذا بدعم أمريكي مطلق. والمخطط الصغير هو إيجاد تسوية في الحدود الشمالية مع حزب الله. الآن واضح للحكومة الإسرائيلية وواضح لنتنياهو أنه حتى لو تم سحب قوات حزب الله إلى ما وراء الليتاني، هذا لن يحل المشكلة. حزب الله يطلق الصواريخ أيضا من أماكن بعيدة عن الحدود الإسرائيلية، ولذلك في نهاية المطاف يجب أن يكون هناك اتفاق إسرائيلي لبناني. ولكن الوضع الحالي الذي يمنع هذا الاتفاق هم أمرين. الأمر الأول، إسرائيل تريد أن تضعف حزب الله قدر الإمكان وأن تقلل من قدراته العسكرية. والهدف الثاني وهو الأهم هو انتظار انتخاب ترامب، لأن نتنياهو يعتقد بأن ترامب هو الذي سيكون الرئيس القادم. ونحن نعرف عن محادثات تليفونية تقريبا يومية بين نتنياهو وترامب، وهو يعتقد بأن ترامب يستطيع بواسطة الدبلوماسية الخشنة أن يفرض على لبنان اتفاق جديد وتنفيذ بشكل أكثر حدي ل 1701 من ناحية، ومن الناحية الثانية طبعا إضعاف إيران. الآن طبعا كل هذه الحرب على لبنان وإضعاف حزب الله يعني لا فائدة منها إذا لم تقوم إسرائيل بمنع تدفق الأسلحة من سوريا إلى لبنان. ولذلك نحن نرى فعلا هذه المحاولات العسكرية لمنع أي تسريب أسلحة على الحدود السورية اللبنانية. أستاذ نوار، يعني التصريحات الصحفية لوسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن إسرائيل تبحث وضع النظام السوري، هل يمكن أن تتخذ اليوم بناء على هذه التصريحات يعني الإسرائيلية والتي تنقلها عن يعني أوساط سياسية وعسكرية إسرائيلية، هل يمكن أن تتخذ إسرائيل من موضوع توريد الأسلحة لحزب الله ذريعة من أجل ضرب النظام السوري بشكل مباشر؟
هلا بداية الجغرافيا اللي عم يتم استهدافها امتداد من العريضة إلى جنوب سوريا، يعني عم نحكي عن مسافة 350 كيلومتر بمنطقة مساحتها أكثر من 3600 كيلومتر مربع، هي المناطق هي تخضع لسيطرة النظام بشكل رسمي، فإذا عم يتم استهدافه خلينا نقول إنه النظام هو ليس جزء، خلينا نقول إنه النظام لم يشارك بشكل مباشر في 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 المعركة، ولكن هو في جزء من الحرب، لأنه حزب الله يستطيع التحرك هو ومن ووكلاءه في المنطقة بشكل شبه حر في الجغرافيا السورية، استطاع تخزين السلاح، استطاع إنشاء المعابر الحدودية سواء عبر الأنفاق أو نقاط الجسور التي استهدفت أكثر من مرة في منطقة القصير. فإذا مجرد تواجد حزب الله في هذه الجغرافيا واستهدافه هو استهداف أصلا للنظام. الجانب الإسرائيلي أيضا تقدم في الجبهة الجنوبية، صحيح هي المسافة كانت عبارة عن 200 إلى 300 متر بمحورين، ولكن هو أيضا تقدم على جغرافيا يسيطر عليها النظام. إذا النظام هو جزء من الحرب ولكن هو ليس جزء من هذه المعركة. ليه؟ مرة أخرى بكرر، لأنه هو عم يسمح لحزب الله التحرك في الجغرافيا السورية التي هي تحت سيطرته بشكل كامل. يستطيع حزب الله تخزين السلاح، يستطيع توريده، بالإضافة إلى النقطة الأساسية أن هناك أصبح هناك عناصر قيادية المشرفة على عملية التوريد والتي استهدفت أكثر من مرة، سواء كانت من الوحدة 4400 نقل أو غيرها من الشخصيات التي تتبع الحرس الثوري في العاصمة دمشق. فإذا النظام عم يستهدف، تستهدف العاصمة، إذا النظام عم يستهدف بغض النظر أنه الأهداف هي هل تتبع للنظام، هي الجغرافيا اللي تتبع للنظام. لا يستطيع النظام، لم يقوم هناك بتصريحات خلينا نقول غير التصريحات المعهود عليها، ولكن هذا استهداف مباشر. الجغرافيا السورية اللي تخضع لسيطرتك بشكل مباشر عم يتم اختراقها سواء بريا أو عبر الاستهداف الصاروخي أو استهداف الغارات، إذا أنت عم تستهدف، وبالتالي لا يمكن النظام أن يجنب نفسه خلينا نقول الحرب بشكل كامل مثل ما عم يعمل حاليا بتجنب المعركة. طيب سيادة العميد أكرم، يعني في سياق التحليلات الجيوعسكرية لاستمرار تصريحات وزير أو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بضرورة إغلاق الحدود السورية اللبنانية وتسليمها إلى الجيش اللبناني من أجل المراقبة، جيوعسكريا كيف يقرأ ذلك بالتزامن مع استمرار استهداف الطيران الحرب الإسرائيلي لهذه الحدود؟ يعني الإسرائيلي يتحدث عن ذلك وكأنه يتحدث عن أمور لا يعرفها أو يجهلها أو أنه فقط مجرد ادعاء من أجل يعني إطالة أمد المعركة، وكان واضحا كما تفضل ضيفك أيضا أن جاء هوكشتاين وعاد خالي الوفاض أمس من تل أبيب. نتنياهو وجه صفعة لإدارة بايدن ولم يقدم لهم يعني هذه الهدنة المؤقتة على الأقل التي طلبتها إدارة بايدن وعملت بشكل كبير كي تحصل قبل الانتخابات الأمريكية، لكن لم يحدث ذلك. نتنياهو يصعد على كل الجبهات، ولكنه يدرك، أعتقد أنه يدرك جيدا أن ضبط الحدود بين لبنان وسوريا هي مسألة معقدة جدا. نحن في لبنان نطالب بضبط الحدود، نحن لا نريد أن يكون هناك معابر غير شرعية يعني، لكن عندما تمت المطالبة بقيادة الجيش اللبناني بضبط هذه المعابر، هذه المنطقة حقيقة هي منطقة وعرة جدا، جبلية ممتدة على مسافات شاسعة، تحتاج إلى عدد كبير من الجنود لمراقبة هذه الحدود، خاصة في ظل يعني لنقل عدم تعاون كامل من قبل سوريا في هذا الموضوع أو من قبل الجيش السوري. يعني ألقيت المهمة بشكل كامل على عاتق الجيش اللبناني، نشر الجيش اللبناني عدد كبير من القوى، الجيش اللبناني موجود تقريبا على طول هذه الحدود، لكن هناك ثغرات كبيرة، من لا يعرف هذه المنطقة الجبلية الوعرة، هناك أكثر من 100 معبر غير شرعي، والجيش اللبناني يحاول إغلاق هذه المعابر في كل وقت، لكن ثم يعود المهربون، يعود يعني التهريب بين لبنان وسوريا إلى من فترة إلى أخرى، يفتحون هذه المعابر. الأمر صعب، ليس سهل، يعني ليس أمرا بسيطا أن ينشر الجيش اللبناني 60,000 جندي على الحدود بين لبنان وسوريا لضبط هذه المعابر، ليس بقدرة الجيش، خاصة أنه موكل الآن بحفظ الأمن داخل لبنان وموكل بمهمة على الحدود في الجنوب.
إذا سيادة العميد، هل ترى بأن مطالب نتنياهو اليوم بشأن وضع الحدود اللبنانية السورية هي يعني محض التعجيز فقط لعدم التوصل إلى حل؟ نعم، هو يريد يصاعد أكثر من ذلك. يعني هو عندما يتحدث عن اتفاقية استسلام تقريبا للبنان، هو يريد أن يحقق بالسياسة ما لم يحققه في الميدان. هو يريد أن يستبيح لبنان في أي وقت، وأن تبقى الطائرات الإسرائيلية لها حق السيادة والتجول في سماء لبنان، وحتى يريد أن يسمح لإسرائيل بالدخول إلى الأراضي اللبنانية ساعة تشاء وباتفاق مع أمريكا وغيرها. وبالتالي هو يريد أن يفرض وثيقة استسلام على لبنان، لكنه يعلم طبعا أن لا يوجد في لبنان لا رئيس حكومة ولا رئيس مجلس نواب ولا أي شخصية تستطيع أن توافق على هذه الشروط التي يعني يريدها نتنياهو. وبالتالي هو يريد من خلال ذلك، وكأنه يقول بأنه هو قدم مشروعه لكن لبنان هو الذي رفض، كما فعل في غزة. دائما يقدم شروط وشروط جديدة ويلقي يعني بتعقيد المفاوضات أو بإفشال المفاوضات على حماس. يريد تكرار السيناريو ذاته في لبنان. وأنا أعتقد يعني أن ربما نتنياهو كما يقول أيضا الإسرائيليون، هو يريد إطالة أمد هذه الحرب حتى الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في أذار المقبل، ليس فقط بل لما بعد انتهاء يعني الانتخابات الرئاسية الأمريكية. نعم، هو يسعى إلى إطالة أمد وجوده في الحكم أكثر مما يسعى إلى حلول أكان يعني من أجل استعادة الأسرى من حماس أو من أجل إعادة المهاجرين من الشمال. هذه أهداف ثانوية بالنسبة لنتنياهو وليست أهداف رئيسية. لو كانت هي الأهداف الأساسية لهذه الحرب لتمكن نتنياهو من أن يحقق ذلك منذ أشهر وليس منذ طيب دكتور سليم، نتنياهو أمس خلال لقائه المبعوثين الأمريكيين في القدس قال إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله يجب أن يضمن أمن إسرائيل بالدرجة الأولى. وأكد نتنياهو أيضا أكد أنه لن يحدد موعدا لنهاية الحرب في لبنان. هل يأتي هذا التصعيد على الحدود مع سوريا ضمن إطار يعني غطاء تمديد أمد الحرب مع حزب الله أو في غزة كذلك؟ بالنسبة للبنان، طبعا قضية الحدود السورية اللبنانية هي مفصلية جدا وهامة جدا بالنسبة للأمن القومي الإسرائيلي، لأنه كل المخزون الأسلحة الذي ضربته إسرائيل تابع لحزب الله ممكن تعويضه يعني عن طريق هذه الحدود وإرسالها من إيران. ومرة أخرى سنعود لنفس نقطة البداية، هذه وجهة النظر الإسرائيلية بالنسبة لهذا الموضوع، وهذا موضوع مبدئي بالنسبة للأمن القومي الإسرائيلي. الآن يعني إسرائيل موجودة فعلا في مشكلة حقيقية بالنسبة بكل ما يتعلق بحزب الله، لأن نحن لا نتحدث مع الأسف عن علاقات بين دولة ودولة، وإننا نتحدث عن علاقات بين دولة إسرائيل ومنظمة حزب الله. هي حتى الآن يعني تقصف شمال إسرائيل، وهناك العديد من الجرحى والقتلى، بالمناسبة غالبيتهم من المواطنين العرب. فإذا يعني إسرائيل لا تستطيع من وجهة نظرها الأمنية أن تسلم بحرية تنقل الأسلحة بين سوريا ولبنان. بالنسبة لقطاع غزة، باعتقادي هناك الأهداف هي بعيدة المدى وليست فقط الأمن. منذ شهور إسرائيل تحارب هناك حرب التي الهدف منها هو عمليا احتلال قسم من قطاع غزة أولا، وثانيا القضاء على كل التطلعات الوطنية الفلسطينية لمنع أي حكم فلسطيني بين البحر والنهر. وحماس هي التهديد الأول أو المباشر لهذه الرغبة الإسرائيلية. نحن نعرف بأن هناك على ما يبدو اتفاق إسرائيلي أمريكي بأن القضية الفلسطينية هي أمر إسرائيلي داخلي، ولذلك هذه الحرب مستمرة حتى تستطيع إسرائيل إخماد أو عمليا إخضاع حماس بشكل مطلق. وبهذه الحالة لا يكون ممثل للشعب الفلسطيني بين بالضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس، وإسرائيل تكون المسيطرة أمنيا واقتصاديا على هذه المنطقة. طيب أستاذ نوار، في إيجاز النظام السوري اليوم خلال الفترة الماضية كان له موقف محايد، سواء كان من حرب غزة وكذلك الحرب التي تشهدها جنوب لبنان اليوم، كيف يمكن أن يخرج هذه المرة من مرمى الضربات الإسرائيلية بالتوازي مع التصريحات الإسرائيلية والتي جاءت على رأس ولسان
بنيامين نتنياهو لن يستطيع الخروج، لأنه أول شيء سبب هذه الضربات أو بنك الأهداف الإسرائيلية في سوريا هو المخازن الأسلحة، نقاط تهريب، الشخصيات المرتبطة بعملية تهريب وتوريد الأسلحة من سوريا إلى لبنان. يعني عدم التصريح أو عدم المشاركة بشكل فعلي لم يحيدوا أو لم يمنع الضربات الإسرائيلية على هذه الجغرافيا، وبالتالي النظام لا يستطيع الخروج أو لا يستطيع أن يحمي نفسه من الضربات الإسرائيلية طول ما هو عنده عدم القدرة على ضبط شريط الحدود الكامل اللي من العريضة باتجاه الجنوب اللي ذكرت من 350 ل 400 كيلو، ومساحة المنطقة أكثر من 3600 كيلو متر مربع. فإذن هو لا يستطيع، لأنه تواجد حزب الله مباشر واستخدامه لهي الجغرافيا مباشر، فبالتالي وهو ينسجم مع بنك الأهداف الإسرائيلية في سوريا اللي هي مرتبطة بالعمل العسكري اللي عم تقوم فيه بلبنان بجنوب لبنان أو بالضاحية. شكرا لك على كل هذه التحليلات وهذه المستجدات، كنت معي هنا في الاستوديو الباحث في مركز حرامون للدراسات المعاصرة أستاذ نوار شعبان، كما أشكر من حيفا المحاضر في العلوم السياسية الدكتور سليم بريك، وكذلك أشكر كان معنا مباشرة من بيروت الخبير في الشؤون العسكرية والقانون الدولي العميد أكرم سراوي. نعم مشاهدينا، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من سوريا اليوم، دمتم في أمان الله وحفظه.